السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سامحوني مش قادر أبص لكم كتير للكاميرا يعني عشان أنا على طريق سفر، فلازم أخد بالي من الطريق يعني، وده من باب الأخذ بالأسباب. الحقيقة زي ما أنتم شايفين أغلب العربيات حريصة جدا في طرق السفر إن مين يسابق مين، كل واحد بيسابق التاني، وكل واحد نفسه يوصل قبل التاني. ولو حد عداه ممكن يكون متضايق جدا ان هو عداه، ازاي عداه؟ وممكن بقى يكون اولاده قاعدين مثلا بيضحكوا معاه يقولوا له يلا اسبقوا يا بابا او اسبقوا يا ابي او كده، وهو طبعا حريص انه يطلع طبعا يعني ما شاء الله استاذ في الرالي والسباقات يعني. فيا ريت الناس زي ما هي حريصه على ان هي تسابق بعض في الطرق بالسيارات، ان هي تكون بتسابق بعض وتكون حريصه جدا على سباق الاخره اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عنه: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال جل وعلا: وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض، وسابقوا الى مغفره من ربكم فاستبقوا الخيرات انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. الله اكبر. فياريت زي ما احنا حريصين في الدنيا ان احنا نسابق بعض في جمع المال، ونسابق بعض في السيارات، ونسابق بعض في المناصب وفي الرتب، ونسابق بعض في كذا وكذا. يا ريت نسابق بعض بجد، بس التسابق شريف، محدش فينا هيزعل من التاني ولا حد فينا يكره الخير للتاني، بل بالعكس كل واحد فينا بيتمنى ان ربنا ينجينا كلنا، وان ربنا سبحانه وتعالى يجمعنا في الاخره كلنا مع بعض في الفردوس الاعلى في مرتبه واحده في الجنه، عشان نسعد بلقاء بعض ونسعد برؤية بعض. واحنا ما نتمناش ان اي مسلم في الدنيا يتحرم من جنة ربنا سبحانه وتعالى. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. دايما لازم نتذكر يا حبايبي ان احنا في سباق، بس مش سباق 5000 متر، ولا في سباق ماراثون 10 كيلو، انما احنا في سباق 100 متر. يعني بالبلدي كده ما عندكش وقت تلتفت ولا تنظر ولا تشغل نفسك بكلام من حولك ممن يريدون ان يؤخروك او يثبتوك او يحاولوا ان هم يعطلوك عن سيرك الى الله سبحانه وتعالى. سير الى الله ولا تلتفت، وحاول بقدر الامكان ان لو لقيت اي انسان بيحاول يعطلك عن طريقك الى الله سبحانه وتعالى حاول تنطلق ولا تلتفت، ولكن في نفس الوقت اوعى تدعي على حد، ادعي له ان ربنا سبحانه وتعالى ينور بصيرته ويلحقه بينا ان شاء الله. ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب العالمين. وانا اتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما تخلف ابو ذر في غزوه تبوك، هو لم يتخلف عن الغزوه، انما هو في وقت من الاوقات وهم ماشيين الدبه بتاعته تعبت فمش قادره تمشي، فالنبي سبق من مكان لمكان فما لقاش ابا ذر، فسال عنه النبي عليه الصلاه كان لا يترك احدا الا يعني يسال عنه صلى الله عليه وسلم، فقال اين ابا ذر؟ فقالوا يا رسول الله تخلف يعني اتاخر عننا. وابو ذر طبعا كل اللي عمله ان هو ساب الدبه بتاعته وخد المتاع على كتفه ومشي في الصحراء رضي الله عنه وارضاه. فقال دعوه فان يكن فيه خير فسيلحقه الله عز وجل بكم. لكن النبي من جواه بيتمنى الخير لكل مسلم، ده اللي احنا نفسنا نعمله ونتاسى فيه بالنبي عليه السلام. فاول ما جاء ابو ذر من بعيد والتراب مغطي وشه، فقالوا رجل قادم من بعيد يا رسول الله، قال كن ابا ذر. قالوا هو أبو ذر يا رسول الله. فقال رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. يا الله، كان نفسي أكون مكان أبي ذر عشان النبي يدعي لي بالرحمة ويقول رحم الله فلان الفلاني. ربنا يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك او اعجاب، ودوس على كلمة الاشتراك او سبسكرايب عشان تشترك معنا في القناة وتدعمنا، وكمان ما تنساش تفعل علامة الجرس علشان كل ما نعمل فيديو جديد يوصلك تنويه، وطبعا هتعمل شير لاصحابك عشان